أشاد مدير ناحية الحاتمية يونس هذال بدعم محافظ صلاح الدين للقطاع الكهربائي في الناحية، خاصة بعد الدمار الذي لحق بها جراء تدخل عصابات تنظيم داعش للمنطقة من خلال توفير المحولات الكهربائية والأعمدة والأسلاك. كانت ناحية الحاتمية مرتبطة كهربائيا في ناحية يثرب على الخط 11000، وبعد أحداث داعش الإرهابي ودخولها إلى ناحية يثرب تم قطع خط 11000 الموصل إلى ناحية الحاتمية خط الكهرباء، ومما أدى إلى سحب هذه المحطة القديمة، عطلاتها مستمرة. نطلب من سيادة المحافظ الدكتور عمار جبر الجبوري بإضافة محطة جديدة اثنين في 31 لتوسع المنطقة والقضاء على هذه العطلات المستمرة. الحقيقة سحبنا خط جديد من محطة الدجيل على التمويل الذاتي، لذا نطلب من سيادة المحافظ الدعم المستمر لقطاع الكهرباء، ونشكره الشكر الجزيل لإعطائنا بما يقارب 27 محولة الحمد لله وأعمدة وأسلاك، ومساندتنا من قبل الحاج مهدي تقي بحصول على أعمدة ولسحب خط 11000 وتوزيع الخطوط على قرى ناحية الحاتمية عن طريق الوزارة.